تستمر الفصائل التابعة لإيران بشن هجمات ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق على خلفية الحرب في غزة، فما هي السيناريوهات المتوقعة؟ عندما تكون السياسة هي المحرك الرئيس للميدان، يصبح من الصعب التكهن بمجريات الأحداث أو الأهداف الحقيقية المراد تحقيقها، ولعل هذا ما ينطبق على الهجمات التي تشنها فصائل التابعة لإيران على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. مراقبون أشاروا أنه بالرغم من أن هجمات الفصائل على القواعد الأمريكية جاءت كرد فعل على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتدعمها واشنطن، إلا أنهم أوضحوا أن تلك الفصائل تحاول أن تحقق أهدافا عديدة تتعدى مسألة الفعل ورد الفعل. وما يؤكد هذه الحقيقة أن استهداف المصالح والقواعد الأمريكية كان حدثا يقع بين الحين والآخر قبل حرب غزة. تتعدد الهجمات والأهداف والغايات متشعبة، فالفصائل التابعة لإيران تحاول من خلالها إيصال عدة رسائل، منها محاولة خلق ضغوط على الولايات المتحدة وابتزاز القوى السياسية العراقية المناهضة للحشد الشعبي بحسب المراقبين. من جهة أخرى، يوضح مختصون في الشأن العراقي أن هذه الهجمات تحاول إضعاف الحكومة الاتحادية العراقية وجعلها مرتبطة باستراتيجية تلك الفصائل فيما يمكن وصفه بالاستحواذ على الشرعية من القواعد الشعبية العراقية. وهناك من رأى أن هجمات الفصائل ما هي إلا محاولات لخلق أجواء حربية في العراق، وذلك قبيل الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى التأثير على إقليم كردستان وتفكيك توجهاته. المواقف التصعيدية للفصائل العراقية جاءت ردا على معلومات سياسية في بغداد قالت إن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني الذي زار إيران قبل يومين والتقى المرشد الإيراني علي خامنئي سعى إلى دعم إيراني لإعادة العمل بالهدنة بين الفصائل والقوات الأمريكية، والتي استمرت من تشرين الأول أكتوبر 2022 إلى تشرين الأول أكتوبر 2023، فيما رفض خامنئي طلب الهدنة مع استمرار الحرب في غزة. خبراء عسكريون أشاروا إلى أن الفصائل الشيعية المنضوية تحت اسم المقاومة الإسلامية في العراق هي في الحقيقة واجهة لفصائل كبيرة، أبرزها حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، لافتين أن هذه الفصائل الأربعة هي الأكثر نشاطا في استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. وفي وقت سابق أعلنت تلك الفصائل المدعومة من قبل إيران مسؤوليتها عن تنفيذ أكثر من 40 هجوما ضد قواعد عراقية تستضيف جنودا أمريكيين أو قواعد أمريكية في الحسكة ودير الزور السوريتين. وقد تعرضت عدة قواعد أمريكية في العراق لاستهدافات بالصواريخ والمسيرات عشرات المرات منذ منتصف تشرين أكتوبر الماضي، لكن لم يعلن حتى الآن عن أي خسائر كبيرة داخل القوات الأمريكية هناك. هجمات متواصلة رغم تحذيرات واشنطن التي ترد لكن دون التوقعات، ما يؤشر لتردد أمريكي يحمل دلالات كثيرة وضبابية في المشهد عموماً. عادل عبد المهدي يوجه الحشد. ينضم إلينا من بيروت علي يحيى، صحفي ومستشار في العلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ علي. إذا نتحدث عن هجمات فصائل تابعة لإيران على القواعد الأمريكية سواء في سوريا أو العراق، هي معروفة يعني هذه الهجمات منذ زمن، منذ سنوات، لكن زادت وتيرتها اليوم مع أحداث غزة. ماذا وراء ارتفاع نسبة هذه الهجمات؟ ما الذي تريده هذه الفصائل من وراء هذا التصعيد؟ أستاذ علي، أستاذ علي هل تسمعنا؟ أستاذ علي، يبدو أن هناك مشكلة مع الاتصال مع الأستاذ علي، إذن سنحاول مجددا الاتصال به إلى أن يحين ويجهز الأستاذ علي ليكون معنا. إذا نتحدث عن ارتفاع نسبة الهجمات ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، نتحدث عن ما يقرب أكثر من 40 استهداف للقواعد الأمريكية خلال شهر بعد أحداث غزة. دائما هناك رد من القواعد الأمريكية. أستاذ علي يحيى هل تسمعنا الآن؟ نعم لا أسمع. أهلا بك أستاذ علي يحيى. يمكن تعديل الصوت فهو منخفض قليلا. طيب سنعالج هذه المشكلة. أستاذ علي، إذا نتحدث عن ارتفاع هجمات
الفصائل التابعة لإيران على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق. هذه الهجمات طبعا ليست جديدة لكن زادت مع أحداث غزة. ماذا تريد هذه الفصائل من وراء هذا التصعيد؟ يعني لا تتوقع بعد التحليل وعلكم التحليل المشاهدين، يعني لا شك أن ما يحدث هو جزء من انعكاس الحرب التي تشن على قطاع غزة. فكما أن هناك محور يتحرك لتأمين الشرعية وتوليد الشرعية السياسية وتأمين الموارد والدعم لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، هناك أيضا من بدأ يتحرك كمحور كامل متكامل لمحاولة دعم حلفائه في القطاع من حماس والجهاد والجبهة الشعبية والفصائل الفلسطينية التي تقاتل، وبالتالي في محاولة لرفع كلفة التدخل والتوغل الإسرائيلي في القطاع، رفع كلفته على الإسرائيليين وأيضا رفع كلفته على الجانب الأمريكي، لأنه من خلال ما نشهده أن هناك تغطية أمريكية للتوغل وللعدوان الإسرائيلي، وبالتالي هناك قرار اتخذ لرفع كلفة القرار السياسي الأمريكي، وهيدا عم بيكون عبر محاولة التدرج في استهداف القواعد الأمريكية بالعراق وبسوريا، وأيضا قد نكون أمام جبهات أخرى فيما بعد. لكن حتى اللحظة الثابت أن هذا الارتفاع في الاستهداف ما زال دون مستوى الحرب ودون مستوى المواجهة الشاملة، إنما يهدف لفرملة الاندفاع الأمريكية في تأييد أو شرعنة أو تغطية التوغل أو الحرب الإسرائيلية على القطاع. تحدثت أستاذ علي، أنا قلت ما يحدث من استهداف القواعد الأمريكية هو جزء مما يحدث في غزة، لكن يعني كيف تؤثر هذه الهجمات على مسار الحرب في غزة؟ هل يخفف من العدوان الإسرائيلي؟ فلنقل واقعيين، هناك بؤر اشتباك في العالم اليوم. نعم. البؤرة الأولى هي في أوكرانيا التي ينقسم العالم فيها وحولها، وأيضا بؤرة اشتباك بدأت تغير في الجغرافيا السياسية في دول الصحراء الخمس بعد انقلاب مالي بوركينا فاسو والنيجر، وأيضا البؤرة الثالثة في الشرق الأوسط التي بدأنا نشهدها منذ ما بعد 7 أكتوبر، والانعكاسات الجيوسياسية وحتى الطاقوية التي تندرج عنها. مثل جزء من هذه الانعكاسات عم نشوفها في عودة الاشتباك إلى المنطقة من بوابة فلسطين من بوابة قطاع غزة، مش هيك احنا عم نشوف يعني محاولة من الإدارة الأمريكية لدعم دولة الاحتلال، ومحاولة من دولة الاحتلال لاستثمار 7 أكتوبر لاستنساخ تجربة 11 أيلول، ولكن هناك أطراف أخرى تحاول منع استغلال 7 أكتوبر لمحاولة تغيير الجغرافيا السياسية، ومنع استغلال 7 أكتوبر لمحاولة فرض تغيير الوضع. من هي التي تمنع يعني تغيير جهسنا؟ ما الذي يمنع أستاذ علي؟ تغيير آخر من الضفة باتجاه الأردن، وهذا يعني تصفية القضية الفلسطينية. ومن هون عم نشوف نحن الدول أو الحركات التي تؤمن بالنهج المسلح يقترب موقفها من الدول التي دعمت خلال العقود الماضية عملية السلام، لأن الكل متخوف من عملية تهجير يمكن أن تؤدي إلى إحياء نكبة وإلى تفجير المنطقة. مصر ترفض العدوان وتدعو إلى وقف إطلاق النار، الأردن يرفض العدوان ويدعو إلى وقف إطلاق النار، المملكة العربية السعودية جمدت علاقات التطبيع وبدأت تدعو بمفعول رجعي إلى العودة إلى مبادرة 2002 التي أطلقتها في بيروت. أيضا يعني حركات المقاومة هي أيضا تطالب بشكل عالمي بوقف إطلاق النار وبالدعوة إلى إدخال المساعدات. إذا المطالب يعني خلينا نقول هي متقاربة بين هذه الأطراف. حتى نحن بلشنا نشوف تصاعد الضغط الإقليمي والدولي منع لتفجر الأمر، لأنه حتى وإن كان هناك خلاف حول أو هناك حقل ألغام الجميع يسير فيه حاليا، إلا أن الجميع مجمع على عدم
وجوب أخذ الأمور إلى مواجهة تفجر المنطقة. الولايات المتحدة لا تريد الذهاب إلى مواجهة إقليمية لأن هناك انتخابات وهناك أولوية في المحيطين الهندي والهادئ وهناك ما يجري في أوكرانيا أيضا. نعم عفوا مقاطعة أستاذ علي. لا تريد أستاذ علي الذهاب إلى مواجهة إقليمية مع أي طرف آخر لأنها تعتبر أن أولويتها حاليا هي في تحقيق بعض أهدافها في قطاع غزة ولمحاولة ترميم الردع وترميم صورتها التي تضررت في 7 أكتوبر. أيضا إيران لا تريد أيضا الذهاب إلى مواجهة إقليمية لأسباب عديدة. أيضا بنهاية المطاف مصر والأردن أيضا والدول العربية لا تريد الذهاب بالأمور إلى مواجهة إقليمية وحتى المملكة العربية السعودية التي أيضا بدأت تعدل سياساتها وتنطلق من السياسة الخشنة إلى السياسة الناعمة ومحاولة يعني الخروج من دائرة الاشتباك الإقليمي. الكل مجمع حتى الصين وروسيا لا يريدان، الصين لا تريد أيضا أن تتفجر الأمور في المنطقة لأن التبادل التجاري الصيني مع الدول العربية يتجاوز 431 مليار دولار سنويا، هو لا يتجاوز أكثر من 17 مليار مع إسرائيل. وفلسطين أيضا التي تعتمد في نصف وارداتها النفطية على نصف الشرق الأوسط لا تريد أن تتفجر المنطقة لأنه هذا ممكن يؤثر على تبادلها التجاري وممكن أيضا أن يؤثر على وارداتها النفطية. روسيا أيضا أستاذ علي هل تسمعنا؟ مما يجري لأسباب تتعلق بأن معظم دول العالم حتى القارة الأوروبية أصبحت أولوياتها في الشرق الأوسط وبالتالي تحول الاهتمام عن أوكرانيا. هي لكن أيضا هي لا تريد الذهاب إلى مواجهة. أستاذ علي طيب أستاذ علي هل تسمعون الآن؟ أستاذ علي طيب كنت أود أن أقاطعك في عدة نقاط ذكرتها لكن يبدو حضرتك ما كنت تسمعنا. تحدثت أن الموضوع هو يعني مرتبط بأمور وملفات دولية، يعني إذا اليوم ما تقوم به إسرائيل بهذا الهجوم وهذا العدوان على قطاع غزة هي استغلت هجوم حماس أو عملية حماس، يعني تتوافق مع رؤية التي تقول أن هناك مخطط كبير وحاك للمنطقة وليس موضوع فقط حرب حماس وإسرائيل. يعني يمكن أنا بدي أعود تعليقا على هذه النقطة. في 2006 حين شن حزب الله هجوم تبين فيما بعد أنه كان هناك خطط موضوعة للجبهة اللبنانية تم تسريعها وعيد هجوم حزب الله وبالتالي بدأت إسرائيل بحرب على جنوب لبنان وعلى كل لبنان بال 2006. أيضا اليوم تبين من خلال هجوم حماس أن كان هناك خطط وضعت سلفا لمحاولة شن هجوم على القطاع بعد انتهاء الأعياد اليهودية لمحاولة فرض أمر واقع جديد والقضاء على حماس، لكن يبدو أن هجوم حماس قد كشف هذا المخطط أو قد تكون حماس قد كانت تمتلك جزء من المعلومات عن هذا المخطط فنفذت هجومها. لكن وبمعظم هذا الأمر لا شك أن هناك استغلال من دولة الاحتلال لهجوم 7 أكتوبر لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية لمحاولة فرض تهجير من القطاع إلى سيناء ومن الضفة لاحقا إلى الأردن. طبعا هذا يواجه صعوبات عديدة منها صعوبات ميدانية الفشل الميداني في القطاع وأيضا التراجع الأمريكي عن تغطية هذا الأمر وأيضا الرصد العربي الرسمي والشعبي وطبعا التهديد الإقليمي الذي تمثله حركات المقاومة العربية الأخرى وأيضا إيران وحلفاء الذين يهددون علنا لأن هناك خطوط حمراء لا يجب أن يسمح بها وهي القضاء على حماس والجهاد وأيضا يعني التهجير الذي لن طيب أستاذ علي هنا لو سألنا يؤدي إلى مواجهة أشمل. طيب أستاذ علي للمفارقة يعني نحن بعد دخول روسيا إلى أوكرانيا كان في حتى اليوم 20,000 ضحية في أوكرانيا خلال 10,000 ضحية في أوكرانيا خلال 20 شهر من المواجهة وفق تقرير بعثة أممية إلى أوكرانيا قبل شهر. أما اليوم وبعد أقل من 35 يوم من التدخل أو من الاجتياح أو من الحرب الإسرائيلية على القطاع هناك 10,800
ضحية فلسطينية في القطاع. هون بنشوف نحن النفاق العالمي والازدواجية في المعايير بين ما يحدث في غزة وبين ما يحدث في أوكرانيا. فرض على روسيا أكثر من 4000 بند من العقوبات بسبب بينما لم يفرض على دولة الاحتلال أي بند من العقوبات بالرغم من 10800 ضحية سقط في قطاع حتى اللحظة. طيب أستاذ علي لو كنت تسمعني، يعني تحدثت عن الحلف إيران وفصائلها، يعني هنا نسأل عن استهداف القواعد الأمريكية كان محور حديثنا وما يرتبط به من في المنطقة الإقليمية. هنا لو نسأل عن إيران، كيف تستفيد إيران من هذه الهجمات على القواعد الأمريكية في يعني حواراتها ومفاوضاتها مع الولايات المتحدة؟ نعم، لو أمكن إعادة السؤال. كيف تستفيد إيران من هذه الهجمات، هجمات أذرعها على القواعد الأمريكية في ملفاتها الخلافية ومفاوضاتها مع الولايات المتحدة؟ يعني طبعا بداية لا شك أنه طبعا مع تحفظ على توصيف الأذرع منهم قد يكونون حلفاء لها، ولكن لا شك أنه إيران ممكن لها أن تستفيد مما يجري حاليا، لأن هناك تحول في الرأي العام العربي وأيضا في الموقف الرسمي العربي من موقف عام مؤيد لحل الدولتين إلى مواقف أكثر اقترابا من الإيمان بالكفاح المسلح، وبالتالي هذا طبعا يقترب أو يؤدي إلى اقتراب هذه الأطر الشعبية والرسمية من الموقف الإيراني الرافض للتسوية والرافض لحل الدولتين، والذي يدعو إلى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. وبالتالي لا شك أن أي نجاح لحماس أو صمود لحماس والانجهاد ولهذه الفصائل وأي تغير في الموقف الرسمي العربي، أي انعكاس يؤدي إلى إيقاف عملية دمج إسرائيل اقتصاديا وسياسيا في المنطقة، يمكن أن يؤدي إلى تأكيد وجهة النظر الإيرانية التي تعمل عليها. نعم، أشكرك جزيل الشكر من بيروت، علي يحيى، صحفي ومستشار في العلاقات الدولية. مشاهدينا نذهب إلى فصل أخير ثم نعود.